اهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من صارع جدا. اليوم نزلنا الشارع باش نشوفوا اذا المواطنين الجزائريين كي يشوفوا كاش حادث ولا جريمه في الطريق يتصلوا برجال الشرطه ولا الدرك الوطني ونسقسيهم اذا يعرفوا الرقم الاخضر تاعهم ولا لا. لا شوفوا معنا نشوف جريمه تبلغ رجال الشرطه والدرك الوطني. بيان سور نبلغوا رجال الشرطه، هذا من الواجب تاعنا احنا كمواطن جزائري، ولكن بصراحة يعني المواطن الجزائري والشعب الجزائري ناقص يعني هذا الوعي هذا. تقدر تقول لنا شحال هو الرقم الأخضر تاع الشرطة؟ الرقم الأخضر تاع الشرطة 1548. والرقم الأخضر تاع الدرك الوطني؟ الرقم الأخضر والله نسيته يا نسيته. 1055. 1055 يعني ما فهمت. تعيط لابوليس تاع لوطولوت؟ أنا نعيط لابوليس ولا لي بومبي. صرات لك خطرة هكا شفت حادث ولا كاش جريمة وعيط؟ صرات لي ماشي غير خطرة ماشي زوج. فئة معينة اللي عندها روح المواطنة وتبلغ، ولكن عامة الماجوريتي ما يبلغوش. ما كيما أنت تعيط؟ أنا نعيط. أنا ما تقدر تقول لنا رقم الأخضر تاع الشرطة؟ رقم الأخضر 1542 ولا 1548 فوالا. وتاع الدرك الوطني؟ تاع الدرك الوطني ما على باليش. 1548 تاع الشرطة اللي معروف. بار اكزومبل لوطورود هكذايا كاش اكسيدون لي زاغريسيون مفيدة تعيط. تساعد بزاف وهي مساعدة، كاين اللي مساعداته اللي مساعداته اللي يخدم الطريق هذيك لوطورود. نبلغ ولا غير ربي يشهد شحال مخطرة تيليفوني لهم. يعني للرقم الأخضر؟ للرقم الأخضر للدرك الوطني، باسكو حنا نديرو طريق طويلة. نتيليفونيو وهذه يعني حاجه بلمزيه ماشي ما تبلغش ولا هما حاطين البلايك ويوروا في الرقم تاعهم اونكا كاش دي فوايو اونكا كاش اكسيدون ولا علمونا نعلموهم. هذا ما كان غادي فوا كنت في وهران شفت لاغريسيون راني بلغت عليها دي جوندارميري. دي 55 درك الوطن. درك الوطن جاو حضروا ربع ساعه ولا كانوا في المكان الحادث. بيان سور حاجه مليحه. الرقم الاخضر يساعد بزاف وتواصل به تبلغ به الجرائم الاعتداءات على المواطنين بزاف الحوايج تبلغ بها الرقم الاخضر. دي فوا تلحق بالاكسيدون هذاك وين صرات سوا تخدم الشرق ولا غرب. في البرج انا عيطت 1055 دي 55 الدرك الوطن. قالوا كاين حادث مرور هذا وين صرا في البلاصه الفلانيه والباقي انت قدرته والباقي عليهم. يساعد بزاف، يساعد على الخبات لي فوايو اللي قاطعوا في الطريق، يساعد على الحوادث المرور، يعني كي تعيط لهم يكونوا بالخف لعل هذاك اللي يجوا ليه بالخف يسلك من الموت. الدرك الوطني عندهم رقم الاخضر تاعهم هذاك. تعرفوا؟ دي 55. وتاع الشرطه الله اعلم 1548. نعم 1548. وفي الاولويه كي واحد في المستطاع يقدر يعاون تقديم مساعده في حالة اغريسيون ولا انسان قصدو طوموبيل ولا يقدم يد المساعده الاولويات هذه. هي لو كان الناس يعود عندهم ثقافه تحدي تحت تبليغ رجال الشرطه والاتصال بالرقم الاخضر تقل هذه الارقام تاع الجريمه هذه وتقل هذه الحوادث هذه الحوادث السلبيه هذه في الاحياء الشعبيه. خاطش رجال الشرطه خاطش شحال مره يبلغونا يديروا اعلانات باللي بلغونا كاين رقم اخضر واتصلوا بنا باش نقلوا احنا كيش يقولوا المواطن يكون يساعد في يعاون رجال الشرطه ومن رجال الشرطه كيش يقول يكونوا في خدمه المواطن. باينه تزقيلهم يا اخو كاش دبزه ولا باينه تزقيلهم. بصح تقدر تقول لنا الرقم الاخضر تاع رجال الشرطه؟ والله ما على بالي 53 واقيلا. لا لا شحال؟ كي تعيط لهم يا اخو والله ما على بالي يا اخو. وتاع الدرك الوطني؟ عادك 553 واقيلا. لا ما على بالي. لا رجال الشرطه 1548. 1548 وخاين 53 10 55. واقعين صح. وانتم في ركن بك صريح جدا. مواطن جزائري مازال ما تعودش على هاد الارقام هذه، ولكن انا نطلب من المواطن هذه يتصل بالارقام هذه وان شاء الله واسمو الشرطه كي تكون معاه وحا تعاونوا ان شاء الله باش نخفوا من هاد الارقام تنقص بيان سو تنقص ان شاء الله الجريمه هذه ان شاء الله. تقدر تقول لنا رقم الاخضر تاع الشرطه؟ اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب. 11 55 سيتو السنة 10 55 نو 15 48 1548. 1548 تاع الشرطة والإطفائية. درك الدرك الوطني
10:55 10:55 وي اكزاكتومون نسيتهم. ثقه كبيره في رجال الشرطه هذوما اللي كيتصل بهم بالرقم الاخضر تاعهم 1548 على بالي باللي راهم يجوا خاطر هما شحال من خطره يبلغوا المواطن باللي يقولوا له عيط لنا وحنا في خدمه المواطن في كل دقيقه. نعم بزاف هذه خاطر هما كيداروا رقم اخضر ما داروهش هذاك باطل برك ما داروهش زعما نقولوا باش يديروه برك داروه باش الناس يبلغوا على هذه الارقام هذه خاطر رجال الشرطه ما يقدروش يخدموا وحدهم هكذاك لو كان ما تكونش مساعده من عند المواطن. تقدر تقول لنا الرقم الاخضر تاع لابوليس 15 48 داكو وتاع الدرك الوطني تعرفه الدرك ما الدرك واقيلا شي با الدرك ما نكذبش عليك انا على بالي 15 48 هذا على بالي بيه باسكو محطوطه شابون شي بواغد كاش نهار كنت في هذا الموقف ولا وعيط لا جامي مفروض منها لازم نتصلوا 10:55 الدرك الوطني ولا بأمن الوطني الشرطه الشرطه شحال تاع الشرطه 15 48 شرطه و 10:55 الدرك الوطني يعني تتصل تتصل بكل جدا لازم نتصل. شوف احنا الجزائريين ككل ما عندناش هاد الثقافه انا وحده من الناس نخاف على روحي ما نقدرش خافي ايه. واش تخافي نخاف ما نقدرش خافي زعما تحكمي رقم اخضر وتعيطي زعما للشرطه ما نقدرش ندخل روحي في حته كيما هذا تحبيش تدخلي روحك حبشه نخاف باسكو نخاف على روحي. واش تخافي بصح تقدري تقولي لنا واش تخافي؟ نخاف ما نقدرش ندخل روحي وخلاص يعني انت ما تدخليش روحك وخلاص ما ندخلش ما تعرفيش الرقم الاخضر تاع الشرطه ما نعرفش وتاع الدرك ما نعرفش بالك انا ندخل روحي بصح باش نتصل ما نتصلش لا بصح ما تتصلش ما تعرفش الرقم الاخضر لا لا انا عارفه ثقافه شحال ساعه تاع الشرطه 15 48 نورمالمون وتاع رجال الدرك الوطني والله ما على بالي 15 55 واقيلا 10:55 تما تعرفهم وما تعيطش ما نعيطش يا علاش الثقافة تاعنا تقول هكذا يا علاش داخلة في الرجولة بالك داخلة الرجولة ايه تقدر تقول الرجولة كي تعيط ماشي كيما تعيط تولي ايه دوكا كاش احفاد فيك يا المهم انت ما تعيط انا ما نعيطش يا النهار داروهم ديجا في لوطوروت ولا في ارجيك ترتاح على برا الناس تاع برا الناس تاع برا دوك يتصل كيما لا جوندارم يتصل بهم يعاودوا يجيو ما تحصرش ما تخافش انت يا غريسي ولا تحصى ولا يقدر ربي وبدايا هذا الحمد لله من باب هذه النهار داروا هذا النيميروات ولا على ديسونيتي تاع المجتمع تاعنا اكسيدون ولا واحد ميت ولا واحد بليسي ما تبلغش شي نور ما تبلغ وبليكات ما تبلغ حتى لو ما تبلغش نورمال ارتكب جريمه اللي ما يبلغش راه ارتكب جريمه متعمد. تقدر تقول لنا شحال هو الرقم الاخضر تاع الشرطه؟ هو ال 14 تاع لي بومبي 15 48 تاع الشرطه وتاع الدرك الوطني ما نعرفوش. تقدر تقول لنا شحال الرقم الاخضر تاع رجال الشرطه؟ 30 45 نو 32 ليسونسيال فيها 30 لا 15 48 15 48 كيفاش قلت لي نتصل؟ يعني كان بس كان هذاك 14 ولا 17